الو هلو شباب everything. يا مرحبا بيكو جود باي. اشحب كومي اوس دوتشلاند. مو اس داني هيمات؟ لا لا مو انا حسيتك بتقول حمار ترى. لا مو بدك تستعي علينا، اصلا انت ملامحك ملامح محمد وحجار، هات الحجار. ولك ودك تفضحنا انت، هذول اجانب اجانب. هو هود شوحو، عاود نروحون. ايش؟ هو هود شوحو. طالع شب؟ طالع صبيه؟ استنى استرجع. طالع يا شب. اسمع الساعة كانوا تحكي معاهم وانت تترجم لهم بامريكاني. اخي مو انت اللي قلت انك بلبل انجليزي؟ انا مثقف بس انا انت لك انت اقوى بس ملوح. والله بدك صحيح اني كنت في امريكا يعني. عاد بس قضيتها في تشدي مع الشباب العرب ولا قضبت كلمه. لا بالله ورطنا، وش نسوي هسه؟ خلاص عندي هسه بدبره. خل اشوفك كيف تدبره. حياكم الله، ويلكم بيكو من ممشاكو لملفاكو. I don't understand anything. What are you trying to say to me? ويش؟ What? لا what هذه مي كويسة بحقي. What وطك علي طيح من الباص. والله أنا ماني طايقك زمان من الباص. طيح. طيح. أنا فاهم معه. This is program nice control and television. Sergio Ramos is touch يعني صيب. This is a program very nice. حشم شرواكم. لا شغل ولا مشغلة ولا قروش ولا أخبار. إيه أسفة حقك علي. لا عادي خذ راحتك. حضرتك من سكان المنطقة؟ أنا اللي عمرت المنطقة. حسب علمك في هون شيخ مبروك؟ مبروك علينا وعليكم. لا بنحف أيوه. يعني قصدي شيخ بفك السحر والحجب. لوين؟ شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، في شاب كنت أحبه من أيام الجامعة وأهله مش راضين يخلونا نتجوز، يا إما حد عاملهم عمل أو يا إما أنا مسحورة. الله لا يوفقهم، أظنهم يخربوا بيتك. خلص ابشتري. يعني بتعرف حدا ممكن يساعدني؟ بدفع له اللي بده إياه. والله شكلها معاها قروش وما يعرفوا أنت تروح فيهم. خلص عندي الموضوع الحقين. يا هلا يا هلا جدو، استغفر الله. قد يا بنت اخي قد يا جدو، لو ردوا علي يا جدو سموه شهلانه بدل تانه. يا جدي وشو قرر؟ منو بدك تعزم على العزا؟ يا بنت اخي يا جدو شلون اعزم على العزاء وانا ميت؟ بني خيي عيال بناتي هم اللي يعزمون. توفيق وعياله يحضرون يا جدو يحضرون. طب عطيه وخاله؟ ابد ما يدوس فراش بيتي، دير بالك. طيب عناد وابوه؟ عناد يحضر وابوه لا، هذه وصاتي عندك. طب حسان ومرته؟ يحضرون يا جدو يحضرون. الحقول جدو الحقول جدو 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 جدو. يا حبيب القلب يا ملوح، يسعد لحيته بس يسعد لحيته محشمه. ها اتفقنا حبيب قلبي يا اخوي، عشاننا وعشان مستقبلنا. وافق. انا والله في الصحيح حاب اكون سبب في سعادتكم يا تعساء. يقضي عمرها 77 سنه بس يعني بفته 77. لا اله الا الله. هي عندها 20 مرض مزمن، يعني اسبوعين زمن تفلسع تفطس ويصفي كل شيء لك. والاهم يا اخوي ليراتها وذهباتها، ولك هاي المرة بتلعب بالمصاري لعب. يا رجل الشايبة حسابها بالبنك لحاله تنغل نغل قروش 290 ألف بحسابها. وخذ هاي 3 سيارات وخمس عمارات غير الأراضي والمحلات، ولك أنت بدك تتجوز البنك المركزي يا ملوح. أنت ألعب بمشاعرها، داريها العجوز من هان من هان إدها الركبة بوزلين تحبك. على بركة الله أنا موافق. كيف تقول عرس؟ هسه مش مهم العرس، مهم تقتنع فيك. ها
هذا الشاي بيضايل إلها يومين بهالدنيا وتتعيشن بحب وسلام، صير لها عنترة. هاي صار طالبها ألف شاب وما وافقت. أستسمو علي جا، أنا ودي أضحي. أوكي، عندي شروط. الشرط إنه ودي أعطيكو 15% أنتي والتعيس هذا بس، ما في أكثر. لا لا يا أستاذ ملوح، لا صاير طماع، أنا ما أعرفك هيك. حبيب قلبي يا أخوي، خليهم 25%. خلاص، أنا قلت لك ودي أسويكوا سعداء من تعساء وافقت. هيا بنا إلى عبلتي ملوح وعبلة. يا الله